ولكن الأمر لله، قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، إن الله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة تقرر حقيقة يعلمها النبي صلى الله عليه وآله لأفراد الأمة، لأن وظيفة النبي هي التعليم، تعليم العلم والحكمة، كما سمعتم في قراءتكم في مثل هذا اليوم لسورة الجمعة: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن وظيفة النبي هي التعليم، فعلى هذا الأساس قال له: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. ماذا تقول لهم؟ الآن راح نرجع إلى هذا القسم: من هم الأسرى؟ لمن في أيديكم من الأسرى؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يقول إذا الله سبحانه وتعالى يعلم أن قلوبكم نظيفة، الله على كل حال يعلم، يعني ما حد يجي يقول بأن الله ما يعلم شنو في قلوبنا، يعلم السر وأخفى، هو اللي خلق الإنسان وهو اللي يعرف أنه هذا الإنسان ميول بأي نحو، وهو الذي تحدث عن نفسه فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هو يعلم بأن هذا القلب فيه فجور، أو هذا القلب فيه برور، فيه بر، هذا القلب فيه نية صافية أو فيه نية خسيسة وسيئة. إذن ماذا يريد أن يقول؟ يقول: أنتوا اسعوا لأن تنظفوا قلوبكم، وذلك بملئها بالتفكير السليم، بالنية الصافية، وبعد ذلك راح تتوفقون للعمل الخير، كما في الحديث: إن البر، إن التفكر، عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به. يعني الشخص من يفكر يصفن مع نفسه، راح هذا التفكير يدعوه إلى الخير، يدعوه إلى العمل الصالح، يدعوه إلى البر، والعمل أيضا بإيش؟ بهذا البر. التفكير والتصميم وتحديث النفس، الآن يحدث نفسه، يوحي إليه، يقول لها: يا نفسي إن شاء الله اليوم الجمعة ما تنسين المستحبات المؤكدة، أنا يومي العصر ما أدعو افترض، لكن يوم الجمعة قريب المغرب، الآن يحدث نفسه ما يطلع الغروب علي إلا وأنا قرأت هذا الدعاء القصير، دعاء السمات العظيم. يقول يوم الجمعة غير، يحدث نفسه بذلك، هذا الله يعلم به خير. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم
خيرا مما أخذ منكم. هذا قانون عام يعلم النبي صلى الله عليه وآله من حكم الله ومن تعاليم الله، يعلم إلى أمته، يقول إذا خسرتم شيء من أولادكم، من صحتكم، من أموالكم، من عشيرتكم، من أي شيء من متعلقاتكم، راح تحصلون على ما هو أفضل منه في الدنيا وفي الآخرة، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. بعد قال ويغفر لكم، النتيجة الأخرى أن مغفرة تحصل إليكم. هذا كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه في الحديث الذي كرارا نذكره: ما من مصيبة تصيب العبد إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. من يتعرقل حتى في الطريق، هذا شوف هو شنو مسوي، هاي يتعرقل. إن الله لا يحرم الإنسان بعض الأحيان الرزق بسبب الذنب، حتى الطيور بسبب اعتدائها على بعضها البعض الله يحرمها من إيش؟ من الرزق. فإذا في المقابل أيضا إذا شيء في طريق الله فهو يعوض على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وإحنا شفنا يعني في هذا العمر القصير هذه التجارب الكثيرة اللي قدامنا، إيش قد من الناس اعتدي عليهم، سلبت أملاكهم، الله شنو عوضهم وعوض أولادهم ذراريهم في نفس الحياة الدنيا، هذا بعد الآخرة شيء آخر. وبقي سلابهم وبقي أعداؤهم اللصوص وقطاع الطرق اللي سلبوهم هم فقراء، وهؤلاء شنو أغنياء، مع أنه المصادر شحيحة والموارد قليلة، لكن شوف كيف هؤلاء يتنعمون، وأولئك مع ما عندهم هم محرومين من الاستفادة الصحيحة ويعيشون الفقر في الدنيا وفي الآخرة. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وهذه جرت في عقيل ابن أبي طالب. احنا أردنا هذه الآية الآن مفتتح لذكر فضائل عقيل ابن أبي طالب وما جرى لولده أيضا. احنا عدنا في كربلاء كما تعلمون شارك الطالبيون فقط من بني هاشم، وليس كل الطالبيين أيضا، شارك من الهاشميين الطالبيون، وهؤلاء الطالبيون سواء كانوا علويين أبناء علي بن أبي طالب، وليس كل أبناء علي بن أبي طالب، فمثلا من خصوص الحسن والحسين وأبو الفضل العباس وإخوته واثنين آخرين أو ثلاثة من أبناء علي غير أبناء أم البنين، هؤلاء العلويون في فروعهم الحسنيين الحسينيين وهكذا. لكن في ناس ما شاركوا من أولاد علي بن أبي طالب، الآن بعضهم كان صغير، بعضهم كان شيء آخر، بعضهم كان مريض مثل محمد بن الحنفية، عندهم عذر أو ليس عندهم عذر تلك مسألة أخرى. وشارك من بني هاشم من الطالبيين أيضا الجعفريون أبناء جعفر بن أبي طالب، ولو أولاد أولاده أولاد عبد الله بن جعفر، ثلاثة من الشهداء من الجعفريين كانوا في وين؟ في كربلاء. لكن القسم الأكبر كان من العقيليين يضاهئون الآخرين، حيث أنه من 9 إلى 14 تقريبا شاركوا في هذه النهضة الحسينية، شاركوا في هذه النهضة الحسينية، ولذلك كانت التكاليف باهظة لأبناء عقيل. فإذا العقيليون من الهاشميين من قسم الطالبيين هم أكثر ناس حضروا في كربلاء وقتلوا في كربلاء، هذه ظاهرة تلفت النظر،
هذا معناه أن الأصل وهو عقيل كان جدا رجل إليه تأثير على هذه الأولاد وعلى أفراد أسرته، بحيث ربطهم ربط محكم قوي بأبناء عمومتهم وبعمهم علي بن أبي طالب. فلا بد نفتش عن هذا الشخص. هذا الشخص أول فضيلة له أنه محط لهذه الآية: من الذين علم الله أن في قلوبهم شنو خيرا فآتاهم خيرا مما أخذ منهم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إذن قلبه فيه الخير، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وأيضا هو محل لمغفرة الله، ويغفر لكم والله غفور رحيم. وذلك أن عقيل خرج أسيرا فعاد مسلما. في واقعة بدر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل أحد من بني هاشم إلا خرجوا مع جيش المشركين. خرج العباس عم النبي، وخرج نوفل ابن عم النبي، وخرج عقيل ابن عم النبي. خرجوا في من خرج مع قريش في واقعة بدر، ولكن شاء الله أن لا يقتل هؤلاء، لأن هؤلاء ما كان عندهم تصميم على قتل وقتال رسول الله أو قتال من معه، بل هؤلاء كانوا يحمون رسول الله. هؤلاء لما كان رسول الله في قريش كانوا يحمون رسول الله كما سيأتي، منهم عقيل. فهؤلاء لم يخرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك نهى رسول الله عن قتل أحد من بني هاشم. فلما أسروا بعث عليا جامير المؤمنين، وجد عقيل، وجد عم العباس، وجد نوفل، رجع لرسول الله قال فلان وفلان موجودين، وعد فلان وفلان قد أسرهم. فعندئذ قبل القوم بأن يدفع هؤلاء الفدية، وقدم رسول الله العباس وقال لي افدي نفسك وافدي ابني أخويك. قال العباس أنا ما عندي فلوس يا ابن أخي، تريدني أروح أسأل قريش؟ قال له عندك فإنك قد أعطيت أم الفضل. قلت ليها أنا أطلع إذا في شيء حصل لي ولأولادي اصرفي على نفسك وعلى أولادك من هذا المال، مال كبير نفقة طويلة، فأنت عندك. قال من أخبرك يا ابن أخي؟ فإنه شيء لا يعرفه إلا أنا وأم الفاضل. قال أخبرني الواح. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. رجعوا مسلمين، افتداهم النبي صلى الله عليه وآله، بعد ذلك صار يعطيهم في قبال الفدية التي قدموها. كان يجري على عقيل في السنة 60 وسق من التمر، ويقول له هذا من الذي قال عنه الله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذا من ذاك. وكان أيضا سلام الله عليه يعطي عمه العباس بعض الصلات، وذكر يقول له هذا من الذي قال عنه الله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذن هذه الآية تتحدث عن وجود خير في قلب عقيل. قلب عقيل ممن شهد القرآن بأن قلبه نظيفا، بأن قلبه خاليا من الوساوس، كان في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله،
وكان قد أسلم مبكرا، ليس كما يقول البعض أسلم في السنة الثامنة للهجرة، بل أسلم مبكرا. هذا خط من خطوط فضائل عقيل سلام الله عليه. من فضائل عقيل عليه أفضل الصلوات والسلام أنه كان يباهي القوم دائما، اختصارا أيضا، بأنني شاركت في تغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ما حصل لأحد، وكانوا يعدون ذلك فضيلة أنه شارك مع علي في تغسيل رسول الله، وشارك الفضل ابن العباس. ولكن عقيل شارك أيضا في إنزال الرسول في حفرته، هذا اللي ما حصل إلى غيره، حصل لعلي وحصل معه أخوه عقيل، كان يساعد عليا في إنزال النبي في حفرته صلى الله عليه وآله وفي دفنه. وهذا قلت لك من الفضائل، حتى أن الأنصار في تجهيز النبي قالوا لعلي، صرخوا من وراء الباب: يا علي لا تغمط حقنا اليوم واعرفه. خرج: وما ذاك؟ قالوا: اجعل منا رجلا، هذا الرجل يشارك في تجهيز رسول الله حتى لا يروح فضل الأنصار هذا اليوم. يقولون الأنصار ما شاركوا في دفن شنو؟ في تجهيز نبيهم رسول الله. فأدخل رجلا كبيرا في السن منهم صالحا شارك في تجهيز رسول الله. إذن كان هذا يعد فضيلة، هذا من فضائل عقيل التي لم تكن لأحد غيره. من ضمن الفضائل التي كانت لعقيل ابن أبي طالب أن عقيل من الذين حموا رسول الله، وكانوا من أقطاب مدرسة الفداء التي أسس بوادرها أبو طالب رضوان الله تعالى عليه. أبو طالب طوع القبيلة كلها لخدمة النبي ولحماية النبي، خاصة لما أدخلوا رسول الله في شعب أبي طالب. هذه المدرسة العسكرية القائمة على الفداء أحد أقطابها أبو طالب، والقطب الثاني هو أمير المؤمنين الذي بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله في ليلة الهجرة، ونزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا من هو؟ علي بن أبي طالب. أبو طالب كان في أول الليل إذا نام النبي كما تسمعون في التاريخ ينام على فراشه، بعدين يغير فراشه. من ينام؟ أحد أبنائه، علي أو جعفر أو عقيل أو طالب، أحد أبنائه ينام على فراش النبي، يعني إذا راح يجي خطر الاغتيال لرسول الله ما راح يصيب رسول الله، وإنما سيصيب أحد أبناء أبي طالب. فلذلك هو رائد في مدرسة الحماية والفداء لرسول الله. المدرسة الفدائية في الإسلام تدريب أفرادها كان على يد أبي طالب، كان أحدهم عقيل ابن أبي طالب، هذا اللي قلت سوف يأتي. عقيل ابن أبي طالب هو ذلك الفدائي، ولذلك ما تأخر عن فداء النبي بنفسه في يوم حنين. يوم حنين الناس كلها فرت، منها مسلمة الفتح، ولم يبق مع النبي إلا 7. كان هناك خطر الاغتيال، دبرت قريش بجماعتها اللي أسلمت، يسمونهم مسلمة الفتح، أسلموا قريبا، أسلموا لما رأوا الخطر، مو قناعة منهم. هؤلاء خرجوا في الحرب من أجل الغنائم، لكن بتكتيك من زعمائهم الأصليين هؤلاء انسحبوا من المعركة وانهزموا، وجعلوا الميدان مفتوحا لثقيف كي تفتك برسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك أناس من قريش نفسهم تصدوا لاغتيال النبي، وذكرنا قصة العام الماضي
في يوم وفاة النبي يحيى لما ذكرنا عن كانت القراءة على النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا عمليات الاغتيال التي تعرض لها رسول الله، لكن الشيء الذي نؤكده هنا أن الوقف ضد هذا المشروع، ضد هذه الخطوة اللئيمة، هو بنو هاشم، ستة منهم والسابع أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة، والبقية هم نعم هم عمه العباس، كان آخذا بزمامة ناقته، كان عن يمينه أيضا كان أحد أبناء عمومته، وعن يساره أيضا أحد أبناء عمومته، كان عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، عبد الله بن الزبير بس أكد ابن عبد المطلب، إن في أكثر من واحد بهالاسم، عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب كان بجانب رسول الله ابن عمه، وبجانبه الآخر أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وآله، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات والسلام، أمامه يكشف الكتائب، وكان من ضمنهم عقيل بن أبي طالب يحامي عن رسول الله، أحاطوا برسول الله فأفشلوا هذا المخطط. إذن عقيل خريج مدرسة الفداء التي تحمي الرموز وتحمي الشخصيات الكبيرة، فهذا هو عقيل ابن أبي طالب صاحب هذا الفضل. عقيل ابن أبي طالب من فضائله أنه ورد فيه مثل هذا الحديث عن رسول الله، قال سلام الله عليه صلى الله عليه وآله، قال لعلي بن أبي طالب ولفاطمة وللحسن وللحسين ولعمه العباس ولعقيل بن أبي طالب، قال أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. روى الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا هذا الحديث الشريف، ثم قال وهذا حديث غريب. ليش غريب؟ لأنه لو قال سلم لمن سالمكم لعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا ما في مشكلة، لأن هؤلاء معصومين، فالحرب معهم قطعا حرب مع رسول الله، السلم معهم سلم مع من؟ مع رسول الله، لكن العباس وعقيل، فقال لهذا الأمر، قال هذا حديث غريب. لكن يقول الشيخ محمد تقي صاحب كتاب المقباس، كتاب في علم الرجال، عفوا كتاب القاموس في علم الرجال، فقيه محقق، قال هذا الحديث وإن كان كما ذكر الشيخ حديثا غريبا لكنه صحيح المضمون. ليش؟ قال لأن عقيل والعباس بعد وفاة رسول الله كانوا مع علي يدافعان عن حقه، صحيح ما كانوا بالقوة التي كان عليها جعفر بن أبي طالب وعليها الحمزة، لكن كان عقيدتهم هكذا أنهم دائما مع علي سلام الله عليه، فلذلك اللي يحاربهم يحارب علي، فإذا رسول الله سلم لمن سالمهم حرب لمن حاربهم. وهذا المضمون صححه آية الله أيضا الشيخ الأحمد الميانجي رحمة الله عليه، أحد أساتذة بحث الخارج، أحد الفقهاء في الحوزة في قم، توفي قبل سنين، عند كتاب قيم حول عقيل بن أبي طالب، هذا الكتاب أنصح باقتنائه وقراءته، لأنه كتبه فقيه، كتبه مجتهد بحاث أيضا في التاريخ، فيعطي نظريات صائبة مو نظريات أي شيء. على كل حال هذا حديث، هذا في فضل عقيل.
لعله أخيرا أقول حتى الوقت ما يدركنا ما أطيل عليك، هناك رواية لا أريد أن تفوتكم أذكرها في فضائل عقيل. يوجد فضائل، يعني لو أردنا الموضوع اللي حضرناه 12 فضيلة أو خط عريض لفضائل عقيل، لكن أنا أكتفي بهذا البند. يروي الطبري، طبري الشيعة في دلائل الإمامة، عند كتاب دلائل الإمامة، ابن رستم أبو جعفر الطبري رحمة الله عليه، يقول بسنده عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول عقيل ممن حضر الوليمة، هذا خط عريض، حضور الوليمة يعني وليمة الزواج فاطمة الزهراء بعلي سلام الله عليهما، هذا خبر الوليمة، حضور هذه الوليمة تم لعقيل وخدم فيها. يقول الإمام الصادق لما عقد رسول الله بفاطمة على علي قال لعمه العباس وكذلك قال لعمه الحمزة أطعما من حضر العقد وأدخلوهم 10 10، المكان مبين ما يسع، قال 10 10 يدخلون ويأكلون، فأدخلهم 10 10 وأخذ بردتين يمانيتين أزر بهما عليا وأزر بها الثانية عقيلا وقال لهما اسقيا أهل التوحيد الماء، اسقوا أهل التوحيد الماء. فيقولون عقيل له هذه الفضيلة، شرف الخدمة في زواج علي، إلا إليه زواج في السماء بفاطمة وزواج في وين؟ في الأرض. هذا الزواج مو أي زواج، وهذا يعلم عمل الخير. إذا عقيل يعلمنا عمل الخير في مثل هذا، خدمة في زواج المؤمنين، إذا عقيل وعلي يخدمان بنفسيهما في زواج علي بفاطمة، فما بال المؤمنين لا يقتدون. فهذا الآن يصير عندنا الخدمة حتى في الحسينية، الخدمة حتى في المساجد، أوكلناها لغيرنا وحرمنا أنفسنا من إيش؟ من الثواب الجزيل. الآن صناديق العمل الخير تشتكي من قلة الموارد البشرية التي تتقدم للمسارعة في الأعمال الخيرية، وإذا أرادوا يسوون مساكين عمل خير يدعون وينخون ويعلنون ترى نريد كذا، نعدل المقبرة، نريد نعدل المسجد الكذا، نريد محتاجين إلى ناس، صار كل شيء يستأجرون إليه أشخاص تقوم بتلك الخدمة. لا، هذا حرمان لأنفس الناس من الخير، للمؤمنين من عمل الخير. هذا درس من الدروس، علي يخدم وعقيل يخدم والحمزة يطعم، وأيضا العباس بن عبد المطلب في هذا الزواج العظيم، في هذا الزواج المقدس. لكل هذا بعد ذلك ما نستغرب لما نجي ونقول أن أكثر من قتل من الهاشميين في كربلاء هم أبناء عقيل، فعقيل هو صاحب هذا التاريخ اللي حاولوا يشوهونه. عقيل حضر الثلاثة الحروب لعلي سلام الله عليه، مو مثل ما يقول ابن أبي الحديد أن عقيلا لم يحضر حروب أخيه علي. لا، عندنا مصادر توثق حضور عقيل في حرب الجمل وصفين والنهروان. عقيل ممن حضر خيبر، يعني إسلامه كان مبكرا مو في السنة الثامنة. عقيل ممن حضر خيبر، عقيل ممن حضر حرب مؤتة، وإليه قصص في هذا الشأن يطول الحديث بنقلها. هذه كلها من تاريخ عقيل بن أبي طالب مع ما ذكرناه سابقا في تاريخ عقيل سلام الله عليه. لكن يقولون أعظم فضيلة لعقيل هو نصرة أولاده لمن؟
للحسين أكثر، وهذا يعدون من فضائل عقيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله لما سأله علي أتحب عقيل يا رسول الله؟ قال بلى أحبه حبين، الحب الأول لأنه من قرابتي، الحب الثاني لحب أبي طالب عمي له. ثم عقب هذا التعقيب قال وإن ولده المقتول في حب ولدك الحسين، ولد مسلم المقتول في حب ولدك الحسين، أو تقرأ وإن ولده المقتول، اسم جنس مو ولد واحد، كلهم مقتولين في وين؟ في محبة الحسين عليه السلام. لكن الفقرة الثانية كأنما تناسب قراءة بالمفرد وإن ولده، يعني مسلم ابن عقيل، قال تبكي عليه قلوب المؤمنين، يعني قلوبكم يا سادة، قلوبكم يا مؤمنين تبكي على مسلم ابن عقيل. ثم بكى رسول الله قال آه لما يجري على عترتي أو لما تلقى عترتي من أمتي. شنو الذي لقت هذه العترة الطاهرة فيما يخص أبناء عقيل؟ أبناء عقيل قلت لك عدد كبير قتل، ومو بس هكذا، هؤلاء الطغاة هدموا بيوت آل عقيل، بعد أكثر ناس يشاركون من آل عقيل نهدم بيوتهم، فهدم والي المدينة بيوت ودور آل عقيل، يعني نكبة مو بس للرجال، نكبة للنساء أيضا، للأسرة العقيلية، هدم بيوتهم ودورهم. فبناها زين العابدين وكان إذا مر على دورهم يبكي ويقول يختنق بعبرته لأنه يذكر مواقف ومصارع آل عقيل الكرام يوم كربلاء ومع الحسين، لأن آل عقيل قدموا قتلى قبل الواقعة وفي أثناء الواقعة وبعد الواقعة. أما قبل الواقعة فمسلم ابن عقيل الذي خرج في الكوفة من أجل أن يأخذ البيعة للحسين، وجرى ما جرى عليه إلا آخر شيء بقي ولم يجد أحدا يدله على الطريق، إلى أن وقف على باب طوعة، خرجت طوعة وجدت رجلا غريبا، ما تريد؟ اسقيني قطرة من الماء. غريب لكنه كان لم ينكسر لم يتضعضع، شرب الماء، خرجت وجدته واقفا، يا هذا اذهب إلى أهلك، اذهب إلى عشيرتك. قال لها ليس لي في مصر من أهل ولا عشيرة، أنا غريب. لكن هذا الالتماس كان صعب على عقيل، على مسلم ابن عقيل. شنو التمس؟ قال هل لك أن تضيفيني سواد هذه الليلة؟ عرفته أنه مسلم ابن عقيل، قالت على الرحب والسعة. يقل لها وعين مستديرة لا أهل عندي ولا عشيرة، يا ويلي وأهلي بقى وإبغير ديرة ولا مثل حيرتي حيرة، يا أنا مسلم الفاقد نصيرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة. عرفا عرفته وهلت دموعه
عرفها وعرفت وهلت دموعها يا ظل يبكي وتحنت اضلوعها تقل لا تبكي وانا طوعها وصيف الفاطمة ست النساوي اي وصيف الفاطمة ست هي النساوي أدخلته الدار بقي مسلم بن عقيل ليلته ساهرا قضى ليله بالصلاة والعبادة عندما انشق الفجر دخلت عليه وجدته ساهرا قالت له أراك لم تنم يا ابن عقيل قال لها بلى هومت عينان رأيت رسول الله ورأيت عمي أمير المؤمنين قال هلم إلينا يا مسلم فإنك صائر إلينا ولا أظن إلا أنها ساعاتي الأخيرة من الدنيا ما صلى مسلم الفجر إلا وقد هجموا على الدار فخرج إليهم كالأسد الغضبان حتى اقتلع الباب وتترس بصفقة الباب وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرا آجركم الله قتل منهم مقتلة عظيمة حتى صنعوا ما صنعوا لمسلم من الحيلة حفروا حفرة ثم غطوها بالدغل والتراب وشدوا على مسلم وحملوا عليه حملة رجل واحد ثم انجفلوا من بين يديه فشد عليهم كالليث الضاري حتى وقع مسلم في الحفيرة أين المنادي ومسلماه أين المنادي وسيداه آجركم الله فتكاثروا عليه ربخوه بالحجارة حتى فتوا عضده فوقع السيف بعد أن ضربه ابن حمران على شفته العليا أين المنادي ومسلماه ثم قادوا مسلم ابن عقيل إلى دار الإمارة هذا وطوعة تنظر وترى ما جرى على مسلم ابن عقيل إلا نادت يا مسلم وعظم ها خجلتي بي لو يتركونك كان فيت قلبي وداوي واغسل جرح قلبك بمدامع العه لن كان سلمت من كيدهم سلم على حسين قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامة إلا ما تحصل سلامة قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامة أوصيت جانب هالبلد طب ماويته قولي لهم مسلم يبلغكم سل واجرج على الله والنبي سيد الكهف جيكم يا طاعة مخدرات حيدر علىكم كني عاينها بيتها مهدو
حسر على الزمان وراس حسين مشهور. آجركم الله أخذوا مسلم ابن عقيل إلى دار الإمارة، ثم أنه دخل ولم يسلم على ابن زياد، فقال له رجل من القوم سلم على الأمير، قال ويحك إنه ليس لي بأمير. فقال عبيد الله إنك مقتول، سلمت أو لم تسلم؟ آجركم الله، جرت محادثات بين مسلم وبين من كان في القاص، اجترأوا واعتدوا فيها بالكلام على مسلم بن عقيل، إلى أن قال عبيد الله بن زياد لابن حمران اصعد بمسلم واضرب عنقه وارموا بجثته إلى الأرض. آجركم الله. ثم صعدوا بمسلم بن عقيل فطلب أن يصلي إلى الله ركعتين، صلى إلى ربه ركعتين، ثم توجه نحو الحسين وقال السلام عليك يا أبا عبد الله. آجركم الله. ثم ضربه ابن حمران ضربة لم تؤثر في عنقه، ثم ضربه الضربة الثانية حتى قطع رأسه. أين المنادي ومسلما؟ لصعد مسلم ويح قلبي وزادلوني، وجه بوجه للحجاز اخاطب حسين، يا حسين انا مذبوح ردوا لا تجوني، خانوا اهل الكوفة بعد ما بايعوني، وللفاجر بن زياد كلهم سلموني، وانا وحيد لا شفت لي منهم انصى الا يا ريت هالدم الذي يجري على القلب مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع، يا حيف منك ما احتضيت بساعة تودع، بيني وبينك يا عزيزي فرق قلبه. ثم رموا مسلم ابن عقيل من أعلى القاص فتكسرت أضلاعه وتناثر لحمه. أين المنادي ومسلما؟ لصاح الدع ابن زياد فيهم لا ترحموا، بالعجل من فوق القصر للقاع ذبوا، قطعوا كريمة والجسد بالسوق سحبوا، يا ويلي فإن كنت لا تدرين ما الموت، فانظري إلى هانئ وابن عقيل إلى جسد قد غير الموت لونه. يا الله وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا. جماعتي الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتاكم ومن مات على الإيمان. للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.